بصور كمال ووليد جملاط، بالعلم السوري، بأسماء المدن السورية المقاومة، باللافتات المنددة لبشار شارون العرب كما كتب، ومن ساحة الحرية تظاهروا مطالبين بالحرية لسوريا. حرية للأبد، غصب عنك يا أسد. حرية للأبد، غصب عنك يا أسد. وجوه سياسية شاركت في التظاهرة، ولعل الدفع الأقوى كان في الموقف الجنبلاطي الأخير. الآن كفن والده بعلم الثورة السورية، هذا العلم الذي سينتقم من قتله. هلا انتسب ل 14 أدار العربية، 14 أدار اللبنانية، نبقى منشوف نحن وياه شو لازم انه ينعمل. وفي حال انتسب إلى الرابع عشر من الأدار اللبنانية، هل ستثقون به؟ هيدا بيته، أهلا وسهلا فيه. نحن اليوم أول شيء عم نناصر شعب عم بيموت، عم بيقتل، أبرياء عم يسقطوا كل يوم، ناس عم تعتقل بعشرات الألاف وعم تعذب في ظلمية كاملة. هالثورة ما رح توقف، ودم الشهداء ما بيروح هدر. هذا الدم اليوم تحول لوقود الحرية، وتحول لدين ثقيل بأعناقنا، هو أمانة بضميرنا. وفي الختام نقلت رسالة دعم وإكبار إلى الشعب اللبناني من ياسين الحاج صالح، المعتقل في السجون السورية منذ ما قبل الثورة.